بدأ روجو حربه على هزيم الرعد، فدفع أولا بأسطول يقوده جوفان، وكاد الأسطول المهاجم أن ينجح لولا أن هزيم الرعد تصدى له وقتل قائده بعد معركة عنيفة. سيدي، سوف نصل إلى بوت قريبا. حسنا، استعدوا. شاهين، يبدو أنه جاء كي يستقبلنا هنا. هذا رائع. اشتاق إليك، فهذه أول مرة يخرج فيها لاستقبالنا. ولكن لماذا تشعر بالحرج؟ من اللطيف أن يشتاق الأخ إلى أخيه. أخي، شاهين. عفوا يا سيد شاهين، لماذا فعلت هذا؟ أخطأت عندما سمحت للعدو أن يقبض عليك. شاهين، حدث ذلك على الرغم منه. لو كان حذرا لما حدث، ولما اضطررت إلى المخاطرة بحياتك لإنقاذه، أليس كذلك؟ نعم، أنت على حق تماما يا أخي، أعتذر إليك. أيها القائد، شكرا جزيلا لك. لن أنسى أبدا أنك أنقذت حياة أخي، ولكن لن تشترك في القتال مرة أخرى ومهما كانت الظروف والأسباب. ماذا؟ ما الذي تفكر فيه يا شاهين؟ ولماذا تريد منعي من الاشتراك في القتال؟ أنت الآن حاكم جوجو وستحتل مكانا يليق بها، لذلك يجب ألا تشترك في المعارك بعد اليوم. ولكن هزيم، يجب أن تستعد لتصبح إمبراطورا. هذه المجرة تحوي ملايين الكواكب والأقمار، وذات يوم عندما تصبح إمبراطور المجرة ستعتمد حياة الناس على قراراتك أنت. لكن يا شاهين، لا زال علي أن أقود جنودي وأقاتل معهم أيضا. لا، فقد انتهت مشاركتك بالقتال في هذه الحرب عندما قضيت على جادر. ما الذي تقوله؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ من سينتصر على روجو إن لم أقود القوة بنفسي وأقاتله؟ قل لي. اسمعني جيدا، إذا لم تطور تفكيرك فستنتهي محض جندي شجاع كما بدأت تماما. شاهين، قل لي ما الذي جرى لك؟ يجب أن تعد نفسك لتصبح إمبراطورا وألا تشترك في المعارك. لا يمكن، هذا مستحيل. أنا أؤيد كلام السيد شاهين. يجب عليك أن تقف بعيدا وتدير عمليات القتال من هناك. أنا لا أحتمل أن أقف مشاهدا بينما جنودي يقاتلون. أنت أملنا وحياتك تهمنا، لذا لا يمكنك أن تغامر بها في كل معركة. هذا واجب المقاتل. أنت لست مقاتلا وحسب، بل أنت إمبراطور. سيموني، كما تهتم بواجباتك وأنت مقاتل، عليك أن تهتم بها وأنت إمبراطور. كلام الأنسة سيموني صحيح تماما يا هزيم الرعد. لا أبدا، حدثيهم عن الإمبراطور دانجو يا ريلا. عن والدي؟ أجل، عن والدك يا ريلا، فقد كان يرافق دائما قواته إلى ساحات المعارك. أنت لا تعرف شيئا على الإطلاق، كان أبي بعيدا جدا عن ميدان القتال. هكذا في الصفوف الخلفية الآمنة. هل اقتنعت؟ والآن عليك أن تبدأ بدراسة المعارف الأساسية والضرورية للإمبراطور. ما الذي تقوله؟ لا يمكنني أن أفعل ذلك. لماذا تنظرون إلي هكذا؟ هزيم، المعرفة ضرورية للحكم، ولن تستطيع من دونها أن تبني ثقافة المجرة وحضارتها. الحضارة لا تقوم بالقوة بل بالثقافة أيضا، وهذا يضمن استمرارها. سيموني، يا إلهي، كلكم ضدي، هل اتفقتم علي؟ ولماذا تحدقون بي هكذا وكأنني متهم؟ يكفي. بدأ هزيم الرعد بالتعلم، وكان عليه أن يدرس السياسة والاقتصاد وفن الحرب إلى جانب التاريخ والجغرافيا والفلك،
ثم الشعر والفلسفة وفن التفاوض. في هذه الأثناء كان أحد أسراب جوجو قد رصد تحركا لقوات روجو على بعد 60,000 ميل فضائيا عن بوت. هنالك إشارة على بعد 58 ميلا فضائيا، الاتجاه 13. لم يستجيبوا لرموز التعريف يا سيدي، إنه العدو. هيا أيها الرجال استعدوا للقتال. انتظر قليلا يا سيدي. ما المشكلة؟ بينهم سفيرة حربية غريبة من نوع جديد. من نوع جديد؟ هنالك سرب حراسة من سفن العدو أمامنا مباشرة على بعد 57 ميلا فضائيا. كوسيشو، هل أسطولنا مستعد؟ أجل يا سيدي. سأريهم المزايا التي تتحلى بها سفينتي البركان. ابدأوا، حددوا الزاوية الفضائية. حاضر، سأزود المدافع بها. نار! بدأت سفينة العدو الغريبة بإطلاق النار. ماذا؟ هذا مستحيل، إنها بعيدة جدا. القذائف تتجه نحونا. لا يمكن. اختفت إشاراتهم عن جهاز الرصد، يبدو أن جميع السفن قد دمرت. الآن أصبحوا يعرفون مدى قوة سفينة البركان، أليس كذلك؟ أجل، هذه السفينة ستوقع الرعب في جوجو كلها، وعندها هزيم الرعد. سيستسلم ويرجوني ألا أدمر المدينة. بالمناسبة يا سيدي، هل سمعت أخبار هزيم الرعد؟ لدينا معلومات مؤكدة أنه عاكف على الدراسة والتعلم. هذا أمر غريب، وما الذي يدرسه؟ الأشياء التي تعلمتها في طفولتك ولا شيء أكثر. هذا أمر مضحك، ليتعلم لكنه لن يستدرك ما فاته. نعم، بدأ بالتعلم متأخرا وسيبقى متأخرا. هذا صحيح تماما. استعدوا، سنشن هجوما وسنحتل قلعة تينسنداي. حاضر، إلى تينسنداي. هزيم لا يفعل شيئا طول الوقت إلا القراءة، أليس ذلك متعبا يا لينكسو؟ لا تقلقي علي، فهو ذكي ويستوعب الأمور. هذا رائع جدا. لقد نام فوق الطاولة، يبدو أنه مرهق جدا. هل أوقظه؟ لا لا، لا داعي. حسنا. قانون الجاذبية. مسكين، كم أشفق عليك. سأعود إليه فيما بعد، دعيه يرتاح. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هزيم الرعد نائم؟ نعم، إننا نحمله فوق طاقته ونرهقه بالمعلومات الكثيرة. سنبحث هذا فيما بعد. لكن سيدي، انظر هنا. ما هذا؟ تقرير من سفينة كانت قريبة من سرب سيلان الذي دمر من دون أن يطلق طلقة واحدة. قل لي، ما رأيك في هذا؟ لا أصدق، غير معقول. سيلان قائد جيد، ومع هذا هزم من دون أن يتمكن من استخدام أسلحته. أعتقد أن العدو يتبع أسلوبا جديدا في القتال. لينكسو، أطلب إلى القوة كلها أن تستعد. حسنا. إذا
يبدو أنني نمت طويلا. نعم. أنا آسف جدا يا آنسة سيموني. لا عليك، على كل حال أنا سعيدة جدا. لأنني نائم؟ لا، بل لأنك تدرس وتتعلم. وأنا أيضا سعيد بذلك، ولكنني بدأت أشتاق إلى الصاعقة وأشتاق إلى أصدقائي، فأنا لم أعتد البقاء في الصفوف الخلفية أشاهد وأنتظر نتيجة القتال. يجب عليك الآن أن تركز تفكيرك كله على التعلم. ماذا؟ وهل أنسى المعارك؟ نعم، أنت لم تعود إلى ساحات القتال ثانية. لا يا سيموني، نحن نخاف أن نفقدك في القتال. هزيم، أتفهم؟ أنت أملنا. سيموني، ألم تعدني بتوحيد المجرة؟ أنسيت؟ قل لي. لا، لم أنسى ذلك، ولهذا أقاتل، سأقاتل حتى أحقق الحلم. لماذا تصر على ألا تفهمني؟ آسفة، اعذرني، لكن أنت جعلتني أغضب. نحن نعلم أنك أقوى مقاتل، لكن القتال من أجل تحصيل العلم والمعرفة والاستفادة منهما أكثر صعوبة من قتال السيوف. نعم، كلما تعلمت شيئا جديدا ازدادت قوتك. هزيم، أرجوك سلح نفسك بالمعرفة حتى تصبح أقوى وتستطيع أن تبني لنا مستقبلا. أعدك أن أفعل ذلك، اطمئني يا سيموني، كوني واثقة. مرحبا، حان وقت الطعام. ما هذا؟ أنت تثرثر ولا تقرأ؟ كانت تلك استراحة قصيرة فقط. لا تقلقي، إنه مجتهد. لا يبدو علي ذلك. اسمعني، عليك أن تقرأ 10 كتب كل يوم، هل فهم؟ كيف تجري أمور القائد هزيم؟ شاهين ولينك سو يقولان إنه يتعلم بسرعة مذهلة. هذا جميل جدا. ما هذا؟ اتركوني، لماذا تحاصرونني هكذا؟ هذا لمصلحتك، يجب أن تتعلم كل شيء حتى تتفوق على أعدائك. سيدي. مرحبا وإلى اللقاء. هزيم، أرأيت هذا؟ إنه يفر هاربا، يبدو أنهم يضايقونه. يا له من مسكين. لا يحق لأحد أن يفعل هذا به. هذا ليس مضحكا يا كوين، هذه مشكلة حقيقية، فأنا أشعر أنني محاصر. ولهذا هربت من غرفتك؟ نعم، أريد أن أشعر ببعض الحرية. حسنا، لن يجدك أحد هنا، اجلس واستمتع بحريتك كما تشاء. ما رأيك يا كوين، هل أنا في حاجة إلى التعلم؟ أجل أيها القائد، كلنا في حاجة إلى المعرفة، لا سيما الشخص الذي سيصبح إمبراطور المجرة كلها. لكنني أحب القتال. سيدي، حياتك لا تهمك وحدك بل تهم الجميع، ولذا يجب أن تتوقف عن قتالك المتهور. نعم، هذا ما يقوله الجميع. إذن عليك أن تقتنع به. ماذا؟ لقد انتهى دورك في ساحات المعارك يا سيدي. ماذا تقول؟ هناك الكثير من الأعداء وهم أقوياء جدا، لن ينتهي دوري قبل أن أقضي عليهم. أيها القائد، تعال لنخرج إلى الهواء الطلق. أحيانا أتأمل اتساع الكون وأفكر، لكل إنسان دوره كما أن لكل شيء في الكون مكانه وعمله. كوين، ما هو دوري في معركة الحياة هذه؟ دورك يا سيدي هو أن تبني مستقبل المجرة. المستقبل؟ إنها معركة صعبة جدا، سلاحها العلم والمعرفة، عليك أن تخطط لمستقبل الناس وتقودهم إليه، فهم يعلقون آمالهم عليك. معركتك نبيلة وتحتاج إلى الشجاعة. والحرب الحقيقية؟ الحرب أسوأ وسيلة لبناء المستقبل، ولكن أحيانا لابد منها. أنا وكابو سنقاتل روجو، فهذا واجبنا، لكن ليس علينا أن نبني المستقبل. سيدي، قدرك هو أن تحمل مسؤولية بناء مستقبل أفضل لهذه المجرة. سيدي، أرجو أن تخصص جهدك لمعركتك الكبيرة، واترك لنا نحن مساعديك تلك المعارك الصغيرة. كوين، كاوبو، ما الأمر؟ كنت أبحث عنك يا سيدي، اذهب إلى غرفة العمليات حالا. لقد سقطت قلعة تينسنداي في قبضة روجو يا سيدي. ماذا؟
سقطت تينسنداي، هاجمها رجال روجو واستولوا عليها قبل نحو ساعة. خسارة كبيرة، لا أصدق ذلك. لم تستطع القلعة أن تصمد أكثر من 10 دقائق فقط. 10 دقائق؟ مستحيل. يبدو أن أسطول روجو يستخدم سلاحا جديدا وعنيفا جدا، ربما هوجم سيربو سيلان بالطريقة نفسها. شاهين، هل عرفت ما هذا السلاح؟ لم أستطع أن أجمع صورة عنه حتى الآن. إذن سوف أقوم بهجوم. لا، لن تفعل. نعم صحيح. حسنا، من الذي سيذهب إذن؟ سيكون هدف هذه المهمة تدمير ذلك السلاح الخطير، أو على الأقل جمع معلومات شاملة عنه. أنا سأقوم بهذه المهمة. تاوبو؟ نعم، مهما يكن ذلك السلاح قويا وخطيرا سأصل إليه وأدمره. لا، أرجو أن تكلفوني أنا بهذه المهمة. أبي كوين. لينكسو، ما رأيك؟ المهمة حساسة جدا، تحتاج إلى رجل هادئ وحذر. القائد كوين أنسب، هو قائد حكيم ويتمتع بالقدرة على الاستنتاج. هزيم الرعد، ما هو قرارك؟ سيدي، أرجو أن تكلفني بهذه المهمة. كوين. حسنا، كلفتك بهذه المهمة أيها القائد. أشكرك يا سيدي. سننطلق بعد أن ننهي نقل المؤن، أسرعوا أيها الرجال. ما الأمر يا كوبو؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لقد أحضرت معي شخصا يريد التحدث إليك. الآنسة سيموني؟ أهلا. أيها القائد، أتمنى لك النجاح في مهمتك. شكرا لك، لكن ما الأمر؟ عرفت أن هذه المهمة خطيرة جدا، فجئت أرجوك أن تكون حذرا وتنتبه على نفسك لترجع سالما. أيها القائد، أرجوك عدني أن تفعل ذلك. حسنا، أعدك. لا تقلقي عليه يا آنسة سيموني، أبي قائد شجاع وذكي جدا وسوف يعود إلينا منتصرا. قل لي يا بني، هل غضبت لأنني أخذت منك المهمة؟ قليلا، والآن أرجو لك التوفيق. حسنا، ثق بي. أبي، عد إلينا. بعد سفر يومين وصل أسطول كوين وهو يقترب من قلعة تينسنداي بحذر شديد، محاولا الاختباء بين النيازك. وفجأة هناك إشارة حرارة عالية خلف النيزك. ماذا؟ سيدي القائد، يبدو أن سفن العدو تختبئ هناك. خذوا مواقعكم بسرعة، استعدوا للمعركة. حضر. ما هذا؟ إن السلاح الجديد الذي سحق أسطول سيلان بسهولة واحتل قلعة تينسنداي المنيعة خلال وقت قصير جدا كان يدعى البركان، وهو السلاح الذي يفخر روجو به ويظن أنه سيقضي به على هزيم الرعد. والآن ها هو القائد العجوز كوين في مواجهة مباشرة لهذا السلاح الخطير. ترى كيف سيتصرف؟